فضيحة بقى لشركة طلبات الجميلة، كل اللي هي عايزاه تلم فلوس. شغل الطيارين بالسفرة قاعدين بعد السحور، يطلع عين اللي جابونا، مفيش أي بدلات، مفيش أي سحور، مفيش أي أوفر تايم عشان نتسحر. الفطار سايبيننا في الشارع مرميين زي الكلاب، مفيش أي إحساس بالبني آدمين. هم قاعدين على المكاتب يفطروا براحتهم، والطيارين أهم عنصر عندهم. اللي مشغلين الشركة مرمين في الشارع، لا في أماكن يفطروا فيها تبع الشركة، لا مدينا بدلات وفلوس مكان بدل فطار، ولو ولا بيسيبونا نفطر كمان. أدي شركة طلبات يا جدعان، حلوة شركة طلبات كده عشان خاطر بس إيه الدنيا، الناس فاكرة إن الطيار في طلبات رايح جاي، وما قبضناش لحد دلوقتي، مفيش دم، إحنا عبيد شغالين بالصخرة.